مرحبا بكم معنا بموقع عزف.com. اليوم رح نقدم 4 تمارين من أهم التمارين التقنيات العزف. تمام. التمارين هذه لمين موجهة؟ أولا موجهة للي في نهاية مرحلة المبتدئ، مش المبتدئ تماما يا جماعة. أول شيء اسمحونا طبعا احنا خايفين الوجه، بس لحتى يكون تركيزكم كاملا معنا على العود والتمرين بالذات. تمام. التمرين موجه لنهاية مستوى المبتدئ ولمستوى متوسط، وممكن يستفيد منه اللي فوق المتوسط في حالة أدى بسرعة. تمام، هذا الشيء. الشيء الثاني اللي هو أهمية التمارين، التمارين 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 وما أدراك ما التمارين. التمارين مهمة للغاية يا جماعة. التمارين هي اللي بتصقل العازف وبتكون شخصيته الموسيقية وبتكون مهاراته. هي موجهة أساسا وهي مؤلفة أساسا. احنا لما نألف تمرين بنألفه بغرض، الغرض اللي هو الهدف، يعني احنا بدنا الطالب يكتسب مهارات معينة، فبنألف على أساس هذه المهارات هذا التمرين. واضح هذا الكلام؟ طيب، مهمتنا احنا الآن كأساتذة لما نقدم تمرين معين لازم نوضح ونبين للطالب شو أهمية هذا التمرين. ليش؟ لسبب مهم جدا، لأنه الطالب إذا ما عرف أهمية هذا التمرين راح يؤدي 2-3-10-20-100 وبعدين يمل منه يسيبه، لأنه مش عارف هذا التمرين شو هدفه لشو راح يوصله. أما لو كان عارف شو هذا التمرين راح يوصله، راح يضلوا يتمرن ويتمرن لحتى يوصل للهدف، وكل ما قرب للهدف راح يحس بهذا الشيء. تمام، وراح تزيد سعادته. فالوعي والإدراك دائما احنا بنحرص عليه. طيب، ما بدنا نكثر حكي معاكم، بس هذا الحكي كان مهم جدا ولازم نذكره لحتى الناس تكون عندها وعي وفهم بأهمية التمارين، لأن هي أساسا اللي بتكون العازف. طيب، تمريننا اليوم يا جماعة، التمرين أولا لازم تفهم فكرته، ما تحفظه. التمارين لا تحفظ، لأنه إحنا لما نألف تمرين بنألفه على فكرة معينة، على تتابع معين من النغمات مثلا، على تقنيات معينة. فهذا اللي راح نبدأ بنفصله الآن. التمرين أنا في البداية قلت إنه 4 تمارين، هو بالحقيقة تمرين واحد بس راح يتأدى بأربع أساليب مختلفة. كيف؟ التمرين فكرته، احنا راح نبدا طبعا بمقام العجم، هو راح يكون التمرين. راح نبدا طبعا بطبيعه الحال بنغمه الدو اكيد. تمام، راح نبدا بالدو وبعديها ننتقل للنغمه الثالثه مش الثانيه، يعني دو بيجي بعديها ري. احنا ما راح نروح للري، راح نروح للي بعدها ثالثتها، ثالثه الدو اللي هي المي. يعني راح نقول دو مي، واضح؟ اذا دو مي. طيب، هذه اول شيء. بعديها راح ننتقل للري، راح نقول ري وننتقل للثالثة اللي هي الفا. راح نروح ري ونترك المي ونروح للفا. بعدين ننتقل للمي، تصير المي بداية جديدة، وما راح نقول فا، راح نقول صول، نروح لثالثتها. بعدين الفا وراح نروح لثالثتها. بعدين نقول فا لا فا لا. بعدين صول، ثالثة الصول شو؟ سي. بعدين لا، ثالثتها اللي هي دو، لا دو. مرة أخرى نعيد، دو مي. بعدين ري فا مي صول فا لا صول سي لا دو. بعد ذلك رح نيجي ناخذه بالهبوط، هو بعملية عكسية رح تصير التمرين. رح نبدأ بالدو اللي انتهينا منها ونرجع بالرجوع، رح نقول دو لا، رح نسيب السي ونروح للا. دو لا، بعدين سي، رح نسيب اللا ونروح للصول، سي صول سي صول. بعدين اللا رح نبدأ منها، رح تصير لا فا. بعدين الصول رح نقول صول مي. بعدين فا ونروح فا ري. وأخيرا مي دو. عكس، شوف آخر جملة كانت مي دو، بينما أول جملة كانت في التمرين كانت دو مي، فعكسناها إحنا التمرين بالرجوع عكسناه. واضح؟ طيب، هذا التمرين رح نأديه كيف؟ رح أكتب لكم أنا التمرين تحت في وصف الفيديو لحتى ما تخربطوا. تمام؟ واللي بيحب يدونه معي أثناء الشرح يتفضل يدونه. إذا هذا أول أسلوب رح نأديه فيه، رح نأديه بأسلوب الصد اللي هي الريشة الهابطة. تمام؟ ونركز انه على عملية الضرب بالريست ستروك. ريست ستروك يعني نضرب الوتر والريشة تستقر على الوتر اللي بعده. هذا الكلام اكيد وضحناه احنا في الدروس البدائية اللي عرضناها من دورة تعليم العود سماعي اكيد. وللي بحب يستفيد اكثر من تمارين اكثر يتفضل يزور موقعنا اكيد عزف.com، الكل اكيد بيعرفه. تمام، اذا نبدأ الان مرة اخرى بالتمرين بريشة الصد هابط. دو مي ري فا
وبدي أنوه على شغلة مهمة كثير يا جماعة، إنه هذا التمرين لازم تأديه ببطيء، تبدأ فيه بطيء بعدين تسرع شوي 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 شوي، واضح؟ ما تبدأ بالسرعة، انتبه من السرعة، السرعة عمرها ما كانت تعني الإتقان، الإتقان بيجيب سرعة، أما السرعة عمرها ما بتجيب إتقان يا جماعة، لأنك تبدأ سريع مرة واحدة فورا هيك ابدا ابدا اوعك تعملها في حياتك ابدا، نصيحه مني خذها. تمام، نرجع للتمرين، رح نأديه المره الثانيه باسلوب الرد صاعد لفوق، نفس التمرين دو مي، شوف لفوق لاعلى اسلوب الرد دو مي ري فا مي صول فا لا صول سي لا دو دو لا سي صول لا فا صول مي فا واضح. إذا أول مرة صد نازل وثاني مرة رد، ثالث مرة رح نأديه بريشة مقلوبة بحيث إنه رح نعزف كل نغمة مرتين، رح يصير دو بدل دو واحدة رح تصير تنتين دو، بعدين مي مرتين وهكذا، يعني دو دو صد رد دو دو مي مي ري ري فا فا مي سول سول فا فا لا لا سول سول سي سي لا لا الأخيرة أو التمرين الأخير فيها أو التقنية الأخيرة الأحرى اللي رح نعزفها فيها هذا التمرين، وهي التقنية الأهم فيه، من هيك خليناها للأخير في النهاية، اللي هي بالشكل التالي، رح تعزف الدو هابط والمي صاعد، إذا دو هابط وريس مي صاعد، بعدين الري هابط والفا صاعدة، المي هابط والصول صاعدة، فا هابط لا صاعد، سول هابط سي صاعد، لا هابط دو صاعد. ترجع التمرين بالعكس، بتصير الدو هابط لا صاعد سي هابط سول صاعد لا هابط فا صاعد سول هابط مي صاعد فا هابط ري صاعد مي هابط دو صاعد. مرة أخرى، دو هابط مي صاعد ري هابط فا صاعد مي هابط سول صاعد فا هابط لا صاعد سول هابط سي صاعد لا هابط سول دو صاعد عفوا. بعدين نرجع الرجوع، دو هابط لا صاعد سي هابط سول صاعد لا هابط فا صاعد سول هابط مي صاعد فا هابط ري صاعد مي هابط دو صاعد. نسمع التمرين دو مي ري فا مي صاعد فا لا صول سي لا دو رجوع دو لا سي صول لا فا صول مي فا را مي دو، وتبدأ بعدين تسرع تدريجيا كان هذا هو التمرين اللي معنا لهذا اليوم. يا جماعة نصيحة مني، احرصوا دائما على التمارين، التمارين ثم التمارين ثم التمارين. مسألة ثانية غير التمارين، لازم تكون التمارين ممنهجة. ليش؟ لأن التقنيات أنت اللي لازم تكتسبها إلها ترتيب معين، لازم تكتسب التقنيات بترتيب معين، ما بينفع تكتسب تقنية بسيطة بعدين تنتقل لتقنية صعبة كثير، تصير يهيئ لك أنك أنت مش قادر، انك انت مثلا دخلت دخل غلط بتعلم الموسيقى ممكن تحبط، بينما هو هذا مش السبب الاساسي، السبب الاساسي انك انت قاعد بتحاول في شيء مش في مستواك الحالي، واضح؟ طيب شيء اخير بدي انوه عليه، ورح يكون الفيديو القادم ان شاء الله رح نحكي عنه، وهو مهم جدا جدا جدا، اللي هو كيف يعمل العقل بالعزف، عقلك هذا كيف بيعمل بالعزف. تمام، رح نتكلم ان شاء الله في الموضوع هذا، لانه هو هذا اساسا اساس العزف، انك تفهم كيف عقلك بيعمل اثناء ما انت بتعزف. اذا انت فهمت كيف عقلك بيعمل رح تصير تتطور
يعني بدرجة فظيعة جدا. العزف لا يحتاج أبدا لمجهود بدني يا جماعة، العزف يحتاج لمجهود ذهني. طيب هذا التمرين خلينا نقول شو فائدته الآن أخيرا. فائدة هذا التمرين يا جماعة أنه بيعلي توافق اليدين، إيدك اليمين وإيدك اليسار. والثاني شيء بيشتغل عليه التمرين هذا اللي هو أنه بيخليك تركز في عمليتين مختلفتين في آن واحد. يعني أنت بدك تركز أنه إيدك هذه، لذلك إحنا عملناه على 4 تقنيات يا جماعة، لأنه أنك تركز هنا كله بإيدك اليمين يكون كل العزف هابط هابط، هذا أمر سهل تمام. بعدين أنك أنت تيجي تركز هون أنك تكون في الدو، بعدين تطلع للمي، بعدين ري، بعدين فا، بعدين مي، بعدين سول، وهكذا. إذا هذا شو بكون عندنا؟ هذا بيحتاج لمجهود معين من التركيز تمام. وأيضا بعد هيك بتيجي انت في الصعد، ايضا سهلة. بعد هيك بتحتاج ايش؟ هابط صعد، هي ريشة مقلوبة. ذاكر التمرين ايش الثالث كان معنا؟ هنا بتحتاج لمستوى اعلى من التركيز. واخيرا بتحتاج للمستوى العالي جدا اللي هو هنا بصير بايدك اليمين هابط في وتر وصاعد في وتر اخر احيانا تمام. وهنا طبعا نفس التمرين بس ماشي ايش بروت مختلف بمسار مختلف. هنا مسار ايدك اليسار ماشية في مسار، وايدك اليمين ماشية في مسار مختلف. هذه من اهم 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 التقنيات الذهنية. التمارين تبنى على تطوير ذهنك بالعزف يا جماعة، وتطوير الذهن بينعكس على تطوير العزف. هذا اليوم اللي حبينا نقدم لكم اياه. تحملونا يمكن الفيديو تأخر شوي، بس احنا بنحب نطول بالفيديو شوي لانه بتعرفوا احنا بنخاطب شريحة كبيرة يا جماعة من المتعلمين، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله عازفين كبار بإذن الله. فمستويات الاستيعاب مختلفة، فاحنا بنلعب على يعني بنراعي الجانب النفسي كتير. يعني انك انت مثلا انت ممكن تفهم الشرح هذا كله بدقيقة، بس غيرك يا أخي ممكن يفهم 5 و10 و20 وهكذا تمام. يعني نتمنى أنكم تتحملونا أن احنا بنطول شوي بالفيديو هذا، ما بدنا نطول أكثر من هيك، لسه قاعدين نقول احنا بنطول. تمنياتي بالتوفيق للكل، وإلى اللقاء. أحمد الويسي من موقع عزف.com، إلى اللقاء.